ملي كنشوفوا التعليقات على المنشورات وعلى الفيديوهات غتستغرب كيفاش هاد الناس كيدافعوا على زياش بهذه الطريقه. ما عرفتش يعني شنو عطى زياش للمنتخب المغربي، ما فهمتش. يعني زياش راه معروف عنده سوابق مشاحنات من رونار الى خاليلوزيتش الى مدربين في جميع انحاء العالم اللي دازوا عليه. فزياش ماشي زعما ماشي شخص اللي غنقولوا انه انسان متكبر، يعني كيفتخر براسو متعجرف الى اخره في اللعب ديالو في الاول، يعني لاعب اللي مزيان الى اخره، ولكن العقليه راه عقليه هاويه. زياش مثله مثل اي لاعب اخر غير معصوم من الانتقاد، لذلك احنا غنتقدوا زياش وغنتقدوا النصيري وغنتقدوا الركراكي، فهادشي مفروغ منه. يعني شنو ما كتبتو راه حنا اللي عندنا في الراس راه عندنا في الراس. الركراكي ما غاديش نقولوا انه مدرب اللي لا يفقه شيئا في كرة القدم، لو كان كذلك فما كانش غينجح في الفاتح وما كانش غينجح في الوداد الى اخره، رغم ان هذه التجارب ماشي محك حقيقي، لانه اول مرة من اللي خرج الدحيل القطري ففشل ذريع، رجع بعد شهرين او 3 اشهر، لانه ما غاديش ينجح مع هاد الناس. وهاد الناس كيفهموا ماشي كيفهموا، يعني كيعطيو الفلوس باش يجيبوا شي حاجه اللي مزيانه. المهم ان وليد الركراكي اضافه الى انه محدود تقنيا، ف كيستخدم العاطفه بشكل كبير جدا، مربي بعض اللاعبين يعني مربيهم على انهم يعني لا يمسون في المنتخب المغربي، وهذا هو المشكل الكبير. يعني اوناحي خرج تعصب، النصير يخرج تعصب، زياش خرج تعصب، واش هذا منتخب ولا روض الاطفال؟ يعني شيء غريب جدا ان لم تعد الانضباطيه و يعني القسوحيه بهذا المعنى الكلمه بالدارجه، فما غاديش تشوفوا منتخب اللي غيقول شي حاجه، لانه نفس المباريات كتلعب مع اختلاف الفرق. لعبنا مع انغولا وموريتانيا بنفس اللعب اللي لعبنا به مع يعني مباراه البارحه مع زامبيا، فنفس اللعب اللي كيتكرر والاغلاط تتكرر كل مره. يعني نايف اغراض اللي جبناه من انه ما كيلعبش وعائد من الاصابه، هذا الخطا راه وقع في ركراكي وما تعلمش منه في النهائيات الافريقيه من اللي جاب مزراوي من الاصابه ولعبوا دار ماتش يعني راه شفتوا. فنفس الشيء كيكرروا ركراكي كيعاود نفس الاخطاء، وهذا هو المشكل. المدرب اذا كان كيغلط وكيشوف داك الغلط وكيصلحه فيمكن انه يمشي بعيد، ولكن انه يعاود لنفس الغلط فهذا هو المشكل الكبير. اذا هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو، طالوا فراسكم وتشاو تشاو.